أشرف عامل إقليم برشيد السيد نور الدين أعبو عشية يوم الأربعاء 12 غشت 2018 بحضور برلماني ومنتخبي الإقليم على افتتاح مهرجان الفروسية التقليدية في نسخته الثالثة تحت شعار التبوريدة أصالة ومورود ثقافي راسخ، والمنظم من طرف جماعة سحل ولاد حريز بشراكة مع جمعية مهرجان سحل ولاد حريز. بمناسبة عيد الشباب المجيد تنظم جماعة الساحل ولاد حريز بشراكة مع جمعية مهرجان الساحل ولاد حريز النسخة الثالثة لمهرجان الفروسية الشعبية للتبوريدة بحضور عامل إقليم برشيد وكاتب العام للعمالة وبرلمانيون ورؤساء الجماعات المجاورة والمجتمع المدني. تنظم جماعة الساحل ولاد حريز بشراكة مع جمعية مهرجان الساحل ولاد حريز المهرجان الموسمي لتبوريدة من 12 شتنبر 2018 إلى 16 شتنبر 2018 تحت شعار التبوريدة التقليدية أصالة متجدرة ومولود ثقافي راسخ، ويشارك في هذه التظاهرة حوالي 30 صربة وما يقارب 400 فارس. ويعرف المهرجان مشاركة حوالي 30 صربة وبما يقارب 400 فارس أتوا من مختلف المناطق، حيث سيستمر على مدى 5 أيام من 12 إلى 16 شتنبر الجاري. الله الله على حرام الله الجواد.